واحنا بنحتفل بالذكرى الـ50 لنصر اكتوبر المجيد ضروري نتكلم عن دور الدول العربيه، واللي الحقيقه كانت داعمه ومسانده لمصر بشكل كبير، سواء كان الدعم ده اقتصادي او عسكري. أكيد محدش يقدر ينسى الموقف الخاص بوقف تصدير البترول للضغط على الدول المساندة للعدو، ده غير أن كان في دول كتير شاركت بقوات وأسلحة ومعدات عسكرية لدعم الجيش المصري في حرب أكتوبر. خلينا نتابع. في الوقت اللي اندلعت فيه شرارة حرب أكتوبر 73، بدأت الدول العربية في تقديم الدعم والمساندة لمصر، ومثلت حرب 6 أكتوبر ملحمة عربية بتكاتف 12 دولة عربية إلى جانب مصر لدحر الاحتلال الإسرائيلي في الحرب الرابعة ما بين العرب من جهة والاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى. بداية من حرب 48، حرب 1956، حرب 1967، وصولاً إلى انتصارات أكتوبر 1973. الفريق الراحل سعد الدين الشاذلي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية إبان انتصارات حرب أكتوبر، قال في مذكراته قدمت 12 دولة عربية الدعم لشقيقتهم الكبرى مصر في مواجهة الاحتلال لتحرير شبه جزيرة سيناء ودعم سوريا لتحرير هضبة الجولان. المملكة العربية السعودية كان ليها دور قوي أثناء الحرب، قامت بالتبرع وقتها بمبلغ 200 مليون دولار، وقامت بحظر صادرات البترول للغرب مع باقي الدول العربية النفطية بعد لقاء السادات بالملك فيصل بن عبد العزيز في السعودية في شهر أغسطس سنة 1973، مما تسبب في أزمة طاقة طاحنة في الغرب. وقامت المملكة العربية السعودية أيضاً بإنشاء جسر جوي ومشاركة 20,000 جندي للجبهة السورية. وتشكلت القوات السعودية من لواء الملك عبد العزيز الميكانيكي المكون من 3 أفواج وبطارية مدفعية مضادة للطائرات عيار 40 مليمتر. وشاركت القوات السعودية بكفاءة قوية مشهود لها من جانب القوات السورية في معركة تل مرعي يوم 20 و21 أكتوبر 1973، وصمدوا لأطول فترة ممكنة رغم القصف والهجوم الإسرائيلي المكثف على التل. الإمارات كغيرها من شقيقتها العرب عندما بدأت حرب أكتوبر، أكد رئيس الإمارات في ذلك الوقت الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان خلال مؤتمر صحفي له في لندن وقوف بلاده إلى جانب مصر، وقال جملته الشهيرة: ليس المال أغلى من الدم العربي، وليس النفط أغلى من الدماء العربية التي اختلطت على أرض جبهة القتال في مصر وسوريا. وقطع النفط عن إسرائيل والدول التي تدعمها كعامل ضغط قوي على الدول الأجنبية. وكان للجزائر دور بارز في حرب أكتوبر، ممثلة فيما قدمه الرئيس الجزائري في ذلك الوقت هواري بومدين بطلب شراء الأسلحة من الاتحاد السوفيتي وطائرات لإرسالها لمصر تمهيداً للحرب. وقام بزيارة موسكو في نوفمبر 1973 ودفع 200 مليون دولار إلى الاتحاد السوفيتي ثمناً لأي أسلحة أو ذخائر قد تحتاج لها مصر أو سوريا. وأرسلت الجزائر سرب طائرات ميج 17 وصل يوم 11 أكتوبر، وسرب ميج 21 وصل يوم 12 أكتوبر، ولواء مدرع وصل بشكل كامل يوم 17 أكتوبر، وتم وضعه في قطاع الجيش الثالث تحت قيادة الفرقة الرابعة المدرعة، خصوصاً أن اللواء المدرع شارك في أعمال اشتباكات مدفعية ودخل ضمن تخطيط الخطة شامل للقضاء على الثغرة. وشاركت أيضاً القوات الأردنية في الحرب على الجبهة السورية وأرسلت ألوية مدرعة، وشاركت كمان في خداع المخابرات الإسرائيلية، وده بعد ما تم رفع استعداد القوات الأردنية للحالة القصوى يوم 6 أكتوبر 73، وهو ما أثار قلق إسرائيل، وقامت بحجز جزء من قواتها في إسرائيل للتصدي لأي هجوم محتمل على تل أبيب. أيضاً الكويت أرسلت 5 طيارات هوكر هانتر لمصر وطيارتين من طراز C-130 هيركوليز لحمل الذخيرة. وعلى الجبهة السورية بعتت الكويت ما يعادل لواء مختلط من المدرعات والمدفعية والمغاوير والمشاة حملت اسم قوة الجهراء المجحفلة، وتم تشكيلها في 15 أكتوبر 73، واشتركت في حماية دمشق
بعدها انضمت للفرقة السورية الثالثة في قطاع الجولان. السودان كمان كانت من أوائل الدول اللي أعلنت دعمها الكامل لمصر ونظمت مؤتمر الخرطوم اللي تم الإعلان من خلاله عن ثلاثية لا، وهي لا صلح لا اعتراف لا تفاوض، وأرسلت وقتها فرقة مشاة على الجبهة المصرية. اليمن أيضاً لعب دور بارز، وأوضح الفريق سعد الدين الشاذلي في مذكراته وقال: تحرك الفريق فؤاد ذكري بثلاث قطع بحرية مصرية لمضيق باب المندب في سرية تامة، إذ لم تتمكن سفينة عسكرية إسرائيلية واحدة على عبور مضيق باب المندب طوال الحصار. وقدمت ليبيا مساعدات لشراء أسلحة خلال الحرب، وتبرعت بمبلغ 40 مليون دولار و4 مليون طن من البترول، وأرسلت للجبهة المصرية سرب ميراج 5 ليبي تمركز في جناكليز من بداية منتصف الحرب، بالإضافة لسرب 69 ميراج 5 المصري، واللي قادوا طيارين مصريين وكان قد تم تمويله بأموال ليبيا. دولة المغرب كان ليها دور بارز في الحرب، حيث أرسلت لواء مشاة للجبهة السورية وقامت بالتمركز في الجولان، وقوات إضافية للقتال استحوذت على طيارات حربية ودبابات. وتمثل الدور التونسي في حرب أكتوبر 73 في إرسال القوات المسلحة التونسية كتيبة مشاة وصلت قرب نهاية الحرب للجبهة المصرية.